كشف الشيخ أحمد بن عيسى الخليفة وكيل شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات أنه تم حتى الآن تأجير 73% من الأراضي المتاحة للتأجير في منطقة البحرين اللوجستية. نعم، وأضاف أن نحو نصف المساحات المؤجرة في منطقة البحرين اللوجستية وبنسبة 52% مؤجرة لاستثمارات أجنبية. وأوضح في السياق ذاته أن 17 شركة تستثمر حاليا في منطقة البحرين اللوجستية، من بينها 10 شركات محلية، إضافة إلى 24 شركة مؤجرة فرعيا، معربا عن الترحيب بمزيد من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية الراغبة بالاستفادة من هذه المنطقة التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، وتوفر لمستأجريها من الشركات المحلية والعالمية قاعدة عمل عالية الجودة في منطقة جمركية معفية الضريبة ذات موقع استراتيجي في قلب الخليج العربي، تمكنهم من الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق شمال الخليج العربي خاصة بكلفة منخفضة وخلال زمن قياسي.